حالتي حالت مريض وعيالة يقوم زايد فيه التواني ولا اعرف علته ويا حين حالي وعجزاني من شيل الهدوم مجمعة عيني من الدمع شي هلته مجمعة عيني من الدمع شي هلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم خفت العين تبكي جيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من ويت الهفن السموم يوم غفت العين تبكي فجيت بلبيته والله اني ما تشافق لمطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منهم قبلته يوم شفت ديارنا شرق منهم قبلته ديار العونية ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض ضربته قال ابن ثقبه ولبسه مع الربع الرخوم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته يا ديار العونية ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليتعوض ضربته قال ابن ثقبه ولبسه مع الربع الرخوم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته وقتنا قل التكاتف وكثر خمته طعان بحد السهوم صدري اللي دائم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محدنا خليته كبدي اللي كناها تطعان بحد السهوم صدري اللي دايما الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته واذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محدن خليته شفت سلمى بالمساير محدن خليته والحرارة الصايدة والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عديك يلقط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم